مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصة في المزاد. إذن نتوقف اليوم عند الجمعة الثامنة عشر. مازال الحركيون يخرجون في مختلف ولايات الوطن بالألاف، ولا زال الجزائريون مصرين على رحيل بقايا النظام المحسوب على الرئيس المخلوع. سنسلط الضوء على تطورات الحراك اليوم ومآلاته أيضا، وسنتوقف عند دور الطبقة السياسية ودورها في تفعيل الحوار. وقبل ذلك، لماذا تعطلت آلية الحوار رغم أن الكل متشبث به ويطرح مبادرات بالجملة؟ هذه النقاط سأعرضها لضيوفي الكرام الذين أتشرف اليوم بحضورهم في بلاتو في المزاد. ويشرفني حضور السيد نور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وهو وزير سابق. أهلا بك سيدي. مرحبا. وأيضا يشرفني حضور السيد أحمد صادوق وهو رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم. أهلا بك. أهلا وسهلا. ويحضر معنا أيضا محمد بورنيسا وهو قيادي في جبهة الوطنية الجزائرية، عضو المكتب الوطني لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية. أهلا بك سيدي. شكرا. ويرافقني في النقاش كالعادة الأستاذ علي ربيج، أستاذ جامعي. مشاهدينا الكرام، إذا قبل أن نبدأ النقاش في بلاتو في المزاد، لدينا تقرير للزميل أنيس الهيشم نتابعه ثم نعود للنقاش. من ميادين التحرير مهد الثورة المصرية إلى ميادين الحراك وسط العاصمة الجزائرية، روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لم تكن بحاجة إلى وقت تقطعه ولا جهد توفره حتى ترفرف عاليا في سماء الجزائر. الرئيس المعزول المتوفى داخل غياهب السجون المصرية بعد انقلاب دهم كرسيه، حمل عاليا على أكتاف الجزائريين في عز انتفاضتهم. نددوا بالظلم الذي طاله في خطب الجمعة، أقاموا عليه بعدها صلاة الغائب ليشاركوا روحه الجهر بالقهر. رايات التضامن والترحم عليها جابت أقدس وأطهر الربوع وسط العاصمة. التنديد بوفاته ما هو إلا واجب حسب الجزائريين المتطلعين إلى غد تحترم فيه جميع القناعات وتراعى معها كل الاختلافات. ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها أحفاد العرب بن مهيدي وسي الحواس ومصطفى بن بلعيدة مع القضايا الإنسانية عبر العالم، ولن تكون الأخيرة حتما. فمكارم الأخلاق ونبل المبادئ رضعها الجزائريون أباءنا عن أجدادا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. إذا هذا كان مشهد من مشاهد الحراك، وطبعا سأفتح النقاش منك السيد نور الدين بحبوح. الجمعة 18 والجزائريون ما زالوا يخرجون، كيف تقرأ تطور الحراك اليوم؟ شكرا. في البداية السلام عليكم وتحياتي لمتتبعي قناة الميديا. أولا فيما يخص الحراك، فلا بد أن نلاحظ بأن الحراك ما زال متمسك وما زال يمشي في نفس الطرح وما زال بنفس المطالب. هذا الشيء اللي يجعله بأن الجزائريين ما زالوا لحد الآن واعيين كل وعي بأن فلا بد أن الجزائر تتغير ولا بد أن نبني دولة المؤسسات على حقيقة. إذن الشيء اللي كان منتظر ممكن البعض بأن يمكن الحراك بعد ممكن بعد التصريحات يخرق أو يكون، ولكن الشيء الملاحظ هو الحراك ما زال متمسك معه نفس المطالب، والمطالب تكمن أساسا في أولا لا حوار مع رموز النظام الفاسد. هذه نقطة أساسية ولحد الآن لا زالت مطروحة في الساحة السياسية ولدى المجتمع لدى الحركة كل حركة. ثانيا الشيء الجميل هو لحد الآن نلاحظ بأن الحراك ما زال بنفس الشعارات خوا خوا، سلمية سلمية، الجيش والشعب خوا خوا. هذا يعني بالنسبة لي أنا احنا الشيء اللي يجعلني أن أقول بأن الكرة الآن ما زال موجودة في 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 مرمى السلطة. في مرمى السلطة. المطالب أنا أبقى أتساءل لحد الآن، المطالب لا زالت هي لحد الآن ولا لم تتغير. ثانيا الحراك قابل بأن يكون هناك حوار،
وراء ليست الحراك موش رافض الحوار السياسي كما هو شاف فيما يخص الطبقة السياسية. إذن أنا أقول بأن رغم أن مدة الحراك طالت لحد الآن أنا في 18 أسبوع، وهذا الشيء اللي في حد ذاته هو مخيف في بعض الأحيان، لأن عندما الأمور تطيل ممكن يصير انزلاقات، ممكن يكون فيها خروقات، ممكن وهذا الشيء إن حراك شعبي متكون من أطياف ومتكون مكون من مجتمع متعدد بأفكار وآراء متعددة. إذن كل هذا الشيء يجعلني أن أقول فلا بد أن نسرع، ولكن قبل أن نسرع ننتظر دائما كما جاء في خطاب قائد الأركان، فلا بد أن تكون تنازلات، فنحن ننتظر تنازلات، وأظن بأن حتى الحراك ينتظر تنازلات. طيب أعطي الكلمة للسيد أحمد صدوق على ضوء ما تحدث السيد بحبوح على نقطة مهمة، يقول كل ما طال الأمر كلما أصبح مخيف، يعني 18 أسبوع وهناك استنزاف للشارع يعني بشكل كبير، لأنه الجزائريين كل جمعة يخرجون. في اعتقادك هل لو طالت المسألة ستتوجه إلى مآلات أخرى؟ لا أدري، تتعلق الأمر بانزلاق، بتشتيت، بتكسير مثلا؟ صحيح، هو على كل حال نحن الآن تجاوزنا تقريبا أو نكاد نتجاوز الشهر الرابع، على اعتبار أنه اليوم 21 ونحن خرجنا في 22 فبراير. ولكن لابد أن ننتبه أن هذا الحراك في الجزائر هو فرصة للجزائر، لا ينبغي أن ننظر له كتهديد فقط، كنوع من يعني التخوف، وإنما هو فرصة للجزائر. الجزائر مرت في تاريخها منذ الاستقلال بعدة فرص وضيعناها للأسف الشديد، لا ينبغي أن نضيع هذه الفرصة. والفرصة تتمثل في تعديل ميزان القوة، يعني ببساطة كانت السلطة مهيمنة متجبرة، عصابة يعني تستصغر وتحتقر الجميع، مستبدة تعتمد على التزوير. الآن جات فرصة عدل ميزان القوة لصالح الشعب. احنا كسياسيين او كنخبه او كشخصيات او كاكاديميين او كشعب جزائري نتشبث بهذه الفرصه. يعني لو ينفض الحراك دون ان يحقق كل مطالبه هذا هو التهديد الحقيقي. التهديد الحقيقي اذا انفض الحراك باي طريقه، سواء باساليب التشتيت او بالقمع او بالالتفاف او بالثورات المضاده، اذا انفض هذا الحراك تتبخر الفرصه من ايدينا، ونخشى انه يعني يبقى جيل واحد آخر 30 سنة بنعاودنا. فلذلك الذي يتحمل مسؤولية انزلاق هي السلطة الفعلية. الآن كاين جهة يعني قوية اللي هي السلطة الفعلية، هي التي ينبغي أن تنتبه أن تقدم تنازلات مثلا، تقدم فيما يتعلق تستجيب المطالب ثابتة. الناس اللي زايد يقول أنه المطالب كل مرة زيد، ما يزيد المطالب. بالمناسبة الحراك حقق مجموعة من المطالب، ألغى العهدة الخامسة، ألغى التمديد، يعني ساهم في 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 مكافحة الفساد من خلال الزج برؤوس الفساد ورؤوس العصابة، واللي كان ينتظر أن يكونوا هما رؤوس الثورة المضادة زج بهم في السجن، أسقط الانتخابات الرئاسية تاع 18 وتاع 4 جويلية. هذه كلها مكاسب، ولكن المكسب الحقيقي لم يتحقق بعد، اللي هو كيف يمكن أن نصل إلى حوار لنصل إلى مخرجات متوافق عليها. سنصل إلى نقطة متعلقة بانتخابات رئاسية قد سنصل قريبة. إلى لا ينبغي أن يطول في الجزء الزمن. الثاني من آخر في اللي هو التهديد المتعلق بالجانب الاقتصادي. طيب الجزائر تمر بأزمة قليلة، لابد أن ننتبه، وبالتالي كل ما طال الزمن تتراكم هذه الأزمة ونجني ثمارها السلبية لاحقا. نحن بحاجة إلى حل في أسرع وقت. طيب نعم. مسألة الحوار سأعود إليها في الجزء الثاني من نقاش في بلاطو في المزاد، وأعطيك الكلمة سيد بورنيسة على ضوء ما تحدث ضيوفي. في اعتقادك كيف تقرأ تطورات مشهد الحراك اليوم الجمعة 18؟ أولا تحية لك وتحية لضيوفك الكرام، ونوجه تحية خاصة للشعب الجزائري والمشاهد الكريم. أما فيما يخص الحراك الذي نعيشه في اليوم الثامن الأسبوع 18، أنا أقول أن الشعب الجزائري قد وصل إلى ذروة تخلق والتفطن لكل ما يحدث بجانبه باتجاه هذا النظام الذي قدم
يعني صور مسيئة للشعب الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ما نقولوش مدة 20 سنة فقط، كل هذا الشيء تراكمت عليه أمور كثيرة، هو الشباب الجزائري اللي كان يموت في البحار، والطلبة اللي كانوا ينضربوا، والأطباء اللي كانوا ينضربوا في المستشفيات، والأساتذة اللي كانوا يترموا في الطريق، كل هذه الأمور أكد عليها الشعب الجزائري وقال كلمته أنه ذهب كل الباءات. يعني مطالب الشعب الجزائري أصبحت واضحة الآن، هنا كيفية الوصول إلى بر الأمان. المرحلة الحالية في الجزائر هي مرحلة صعبة كثير، باعتبار أن الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير في الجزائر، باعتبار أنه لو في رمصة تحبسنا البابور تاع القمح غدوة صباح نصبحوا نتقاتلوا بعضنا بعض ما نلقوش واش ناكلوا، لأنه الشعب الجزائري ربما لا يفهم الوضع السياسي الاقتصادي الخارجي بالنسبة للدولة، أو لا يعي ما هو معنى الحراك، لأنه المشكل الحقيقي الآن هو في كيفية الخروج من هذا الحراك إلى بر الأمان. المشكل الآن هو مشكل سياسي محض، والحلول واضحة. إذن لا يستطيع الشعب الجزائري أو الطبقة السياسية المعارضة أن تتحاور مع من أساءوا للجزائريين. رئيس مجلس الأمة هذا 20 سنة هو طبل النظام، وهو الذي قام في مجلسه بتأييد وتمجيد العهدة الخامسة. البرلمان نفس الشيء، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلدية الذين وضعوا ووظفوا ليخدمون السلطة. هل يمكن مسح كل هؤلاء؟ لازم هذول كلهم يروحوا، يعني هذا الشعب الجزائري نحن بحاجة إلى تنازلات في النهاية. نحن بحاجة إلى تنازلات، يعني تنازلات نتحدث لا. هل تعتقد أنه بذهاب بن صالح وبدوي الحراكيون لا لازم حكومة بدوي وبرلمان بن صالح ومجلس أمة بن صالح وبرلمان بدوي والمجالس المنتخبة لازم كلها تروح، لأنها لا تستمد الشرعية الحقيقية من الشعب. لما نشوف نسبة الانتخابات 30% 70% أين هي؟ هذا هو المشكل. الشعب الجزائري اليوم تفطن، يعني احنا كمعارضة كنا نحكيه في البلاطوات، والحمد لله الآن الشعب تحرر، أصبح كل الشعب يتكلم. طيب، لما كنا احنا نتكلم ونقول بلي هذه السلطة تزور الانتخابات وهذه السلطة يتسرق في الشعب، كان ذاك الناس كان يقولون أنتم راكم تهضروا برك، ولكن الحقيقة اللي طبقها الشعب في الواقع هو أنه الواقع المعاش في الجزائر هو أنه الشعب الجزائري تفطن، والحل موجود، وهو الحل الوحيد هو الخروج من عنق زجاجة بحركة انتقالية يقودها الحراك. ولكن في بقية الحصة سأعطي لك الحلول المقترحة. طيب، في الجزء الثاني سنبقى ربما في قراءة مشهد تطورات الحراك الأستاذ علي ربيج، ملاحظات التي يمكن أن تقدمها في هذا السياق. هو هذه الجمعة أكيد جاءت بنكهة ربما خاصة فيما يتعلق بالحديث الآن اللي أصبح يدور حول ما يسمى بالراية والراية الوطنية الوحيدة، هذا بناء على الكلام لرئيس الأركان الذي تكلم فيه على أساس أنه لا يجب أن ترفع إلا راية واحدة، وهي راية العالم الوطني. وكذلك هذا السجال الآن اللي رانا نشاهدوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله ربما أعطاه صبغة في هذه الجمعة. ولكن أنا نضم صوتي لصوت معالي الوزير عندما يتكلم على أساس أنه الحراك اليوم راه يحافظ على هذه السلمية رغم كل ما يحدث من تحولات وتطورات على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى الفعل السياسي والعملية السياسية. ربما إصرار المواطن الجزائري على أنه يذهب إلى نهاية هذا المشهد، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية بآليات وبضمانات قوية من طرف الطبقة السياسية، ومن خلال طرح مبادرات عملية فعلية تمكن المواطن أنه يذهب يوم الانتخابات حتى يدلي بصوته، وهو يشعر بأن هذا الصوت لن يسرق له يسرق منه مثل ما تم سرقته في المناسبات الانتخابية الماضية. كذلك هذه الجمعة تأتي، وكذلك مسيرة القضاء والعدالة تمضي بشكل ملفت للانتباه، على اعتبار أنه هنالك شخصيات بدأت الآن تلتحق، ليست من الشخصيات القيادات الأولى، والآن أصبحنا نتكلم على مدراء ومسؤولين في بنوك وفي مؤسسات دولة كانوا ضالعين في مسألة نشر وترسيخ الفساد. كذلك نشهد اليوم هذا الحراك وقد تم التخلص من واحد ممن هم ضمن ما يسمى بمنظومة النظام السياسي السابق، وهو من نقابة العمال الجزائريين، حيث استطاع العمال في هذا المؤتمر التخلص من واحد من رموز النظام السياسي السابق، ربطا على الشعارات أيضا الواردة في الجمعات السابقة، أيضا كان هو على رأس الشعارات. صحيح، يعني لأنه لاحظنا أنه كان فيه تركيز
خاصة من طبقة العمال على أن يجب أن يرحل هذا الرجل، وأنا أتوقع وأتوقع بقوة أنه ستفتح له ملفات، لأن كل 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 الدراسات كل تحقيقات تقول بأنه بأنه كان ضالع في كثير من الملفات، وأعتقد أنه العدالة لها تحقيقات أو أجهزة الاستعلامات والمخابرات عندها ملفات، وأعتقد أن الرجل سيقدم هناك أيضا صلاة الغائب لرئيس الراحل، وكذلك سجلنا هذا التضامن يعني زميل تفهم أنه الجزائري واعي ويتتبع الأحداث. شكرا وسيلة هذه الالتفاتة فيما يتعلق بالشعب الجزائري، وهذا اللي كنا نتوقعه، بمعنى أنه الشعب الجزائري لا يهم شعارات وأحزاب وعناوين، ولكن يهم أنه يتضامن مع أي شخص أو أي جهة أو أي شعب يكون مغبون أو يكون يبحث عن حريته. فهذا التضامن وهذه الالتفاتة لا قراءة سياسية لها، ولكن هي من مبدأ إنساني لا غير. طيب سيد بحبوح، أعود إلى موضوع آخر يتعلق بدور الطبقة السياسية الآن. الآن شعب الحركيون ما زالوا يتحركون كل جمعة، لكن هناك انسداد. الآن نحن سنتحدث عن دور الطبقة السياسية في هذه المسألة. أولا نرجع للوراء ونقول فلا بد أن نعترف جميعا بأن الحراك يعني حقق مكاسب قوية وقوية جدا. فلا بد أن نعترف بأن الحراك، وقالها الأستاذ، ونزيد نذكر بأن الحراك اليوم أصبح واعي وحقق نتائج جد مرضية. أنا لازم أعترف بهذا الشيء. ثانيا لازم نسمع السياسة قضية ديناميكية، والسياسة فلا بد أن نتأقلم مع المحيط وعن المعطيات الحقيقية. اليوم كلنا فلا علينا خاصة طبقة سياسية تتأقلم مع المحيط الحقيقي والواقع. ماذا وقع؟ أولا نعرف بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي كانت رافضة تماما المرحلة الانتقالية، وأن نحن بقى داخل الدستور، ونحن نفهم كطبقة سياسية، أنا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يطالبون بالمرحلة الانتقالية، ولكن الظروف تتغير والمعطيات تتغير، وعندما فهمنا كلنا بأن هذا الطرح غير ممكن لمعطيات داخلية وخارجية، وقلتها حتى في قناة هنا، حتى ولو المؤسسة العسكرية تخرج من الدستور ممكن تكون قراءات أخرى، قراءات بأن هذه المؤسسات تصبح معتبرة كأنها مؤسسة انقلابية. هذا لازم نفهم هذا الشيء. نقطة ثانية، عندما تكلم وكان هناك كانت مطالب بأن فلا بد أن ندخل في حوار حقيقي، أنا أقول لك أولا كل رجل سياسي وكل حزب سياسي مما يبني كل تصور تاعو الحوار. الحوار هو أسلوب حضاري في الأحزاب السياسية تتحاور في داخل يعني هياكلها وتتحاور حتى مع المحيط. ثالثا نقطة مهمة ولا مهمة جدا، عندما نتكلم على رموز النظام ورحيل رموز النظام فلا بد أن نكون حاذرين في نفس الوقت. أنا لست مع الطرح الذي يقول بأن كل رموز يعني. كل هذا الكل ما معنى الكل؟ هذه كلمة صعبة شوية. لماذا؟ لأن ممكن كاين مسؤولين يخدموا تحت ضغوطات، كاين مسؤولين ونروحوا ممكن حتى لا يمكن شيطنة الجميع الذين عاملوا في إطار النظام الرئيس السابق. لماذا؟ لأن هناك كاين، ولكن الشيء المهم لدينا كأحزاب سياسية ما هو المطلب الأساسي؟ مطلبنا الأساسي هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. دور الطبقة السياسية في هذا المجال، نرجع لك هذا، قلت كذا هو الهدف الأساسي. طيب. إذن ما هو دورنا؟ احنا هناك طلب من أجل فتح حوار، قلنا نعم مع الحوار، ومشينا أبعد من هالشيء، قلنا نحضر أنفسنا كطبقة سياسية لإعطاء حلول، وسان شاء الله في ممكن الأسابيع المقبلة سنخرج بحلول نقترحها ونحطها على السلطة، كيفية خروج وكيفية السلطة الفعلية الآن. فعلية نعم لازم نتكلم، هذا والسلطة الفعلية موجودة، ولكن احنا مع حدثنا تحاور مع بن صالح مثلا، لا 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 تنازل. نعطيك لا احنا قلنا فأولا كنت تنازل، والمطلب الأساسي هو أولا رحيل حكومة بدوي. أتكلم عن حكومة بدوي مرارا والتكرار، لماذا أتكلم عن حكومة بدوي؟ بدوي وحكومة تعاون والقبول برئيس الدولة المؤقت على نظر يعني لماذا لا؟ تنازل يعني إذا رئيس الدولة يقوم بدور يعني ثنائي وممكن تعين هيئة تشرف على الحوار، لماذا لا؟ طيب
كاين حلول يا سيدتي، الحلول موجوده. اذا احنا غدوه نكون احنا نقول ممكن، انا هذا موقف اتحاد القوى الديمقراطيه الاجتماعيه، مش موقف المعارضه ككل معارضه، ممكن المعارضه عنده الاستاذ والاخ ممكن عندهم، ولكن احنا نقول بان فلا بد ان نكون واقعيين ونكون في نفس الوقت. انا ما يهمنيش بكل صراحه، احنا ما يهمنيش بن صالح يبقى يسير في امور، حتى بن صالح اليوم بن صالح راه رئيس دوله، امر الواقع. لماذا امر الواقع؟ كان هناك قرار مجلس دستوري باللي رفض علينا المدرسه كما كان في 2014. أنا وامر واقع والحراك لديه واقع الخاص، يعني يعطيك الصحه. انا في 2014 الرئيس رئيس بوتفليقه في 2014 تم انتخابه بتصوير، ما كان موقفنا، قلنا هذا رئيس جمهوريه امر الواقع، نتعامل معه ولا ما نتعاملش معه، ونظن باللي كلنا قلنا واش تحب تتعامل مع رئيس جمهورية امر الواقع. ربما هذه التركه والتراكمات ايضا كانت لها ايضا، اذا كاين حلول ولكن حلول. فلكن شو انا نشاط الراي والحراك فلا بد ان يواصل، ولكن التنازل الحوار الحقيقي فلا بد ان يكون مع الاحزاب السياسيه ومع ممثلين الحراك، وهكذا ممكن نلقى مخرج أين يكون فيه توازن ما بين كل الأطراف ونلقى مخرج للجزائر. لأن تكلم الأخ وعنده صح، الأزمة الاقتصادية في 2020 أصبح خانقة، نبقى وإحنا دائما قاعد نتحاول، يجب أن نجد الحلول. ودور دائما أن أصر السيد صدوق على دور الطبقة السياسية في هذا المجال، يعني نشعر أن الطبقة السياسية لما نتحدث عن طبقة سياسية نتحدث عن المعارضة، لأن أحزاب الموالاة تكاد تضمحل يعني، لكن هناك من يعتقد أنه الطبقة السياسية تحاول أن تبقى هكذا في الوسط وكأنها تنتظر حراك ما يقول، هي تقوم بردات فعل وليست فاعلة يعني، وكأنها بين قوسين تداهن الحراك، تخاف يعني أن تخرج عن نطاق الحراك، لهذا نجدها لا تقدم حلول عملية فعلية يمكن أن تخرجنا من الانسداد. هو حقيقة يعني دروك الحراك على فوق الجميع، الحراك أصبح في مرحلة ما هو يعني لا أحد يمتلك الجرأة سواء حزب أو شخصية وطنية أو غيره بيصادم المطالب تاع الحراك، لا أحد يمتلك هذه الجرأة، وليس من حقه، لأنه الحراك نقدر نقول هو استفتاء أسبوعي عن المطالب. نعم أنا مهبول نجي نقول لا راكم غالطين، لا هذا شعب، لكن هذا تبقى راكدة والمشهد السياسي يبقى جامد. بالمقابل الطبقة السياسية أنا عمرها ما توقفت على المبادرات، وأنا أعرف أن هناك على الأقل 47 مبادرة في عدة اتجاهات في مختلف شرائح المجتمع في مختلف طبقاته فئاته. الآن آن الأوان أن تتبلور مبادرات تمثلنا جميعا. باش تتبلور مبادرة تمثلنا جميعا لابد أن يكون هناك تنازل وتوافق كطبقة سياسية كشخصيات وطنية. هل يمكن أن تتوافق كل هذه الحساسيات السياسية الموجودة؟ هناك دائما المشترك، دائما هناك المشترك بين الجزائريين. طيب. وأعتقد أن هذه السلمية وهذه الحضارية تعبر عن المشترك، ما كاش صراع، ما كاش احتدام، ما كاش عنف، ما كاش تصادم، هذا يعبر بأن هناك ما يجمعنا بشكل كبير وكاين توافق حتى ولو اختلفنا في الرأي. بالمناسبة الحوار يندر للمختلفين، انا متفق مع واحد على نتحاور ما انا متفقين، لكن يكون بين المختلفين، فالطبقه السياسيه تشتغل، الشخصيات تشتغل، شباب الحراك والناس اللي برزوا، الشخصيات اللي برزوا اثناء الحراك يشتغل، المجتمع المدني قدم عده مبادرات ويشتغل في بمختلف اطيافه. فلا نلوم المعارضه والطبقه السياسيه والحراك والشخصيات انهم مش يقوموا بالمبادره. الان مطلوب من السلطه الفعليه، خليني نقول مطلوب من المؤسسة العسكرية أن تهيئ بيئة الحوار، البيئة هذه التي تجذب أصحاب المبادرات، تجذب أصحاب الرأي، تجذب من لهم تمثيل، من لهم صوت، من لهم تأثير. كيف تهيئ هذه البيئة؟ كاين مطلب لازم يتحقق، ذهاب الباءات هذا لابد أن يتحقق. عندنا حلول، ما نقولش ما عندناش حلول، غير كاين حلول دستوريه. أسس الجيش ضد الخروج من الدستور يعني، ما لا نخرج عن الدستور، احنا طارحين مبادره، اذا تبغوا نشرحها لكم نشرحها لكم، لن نخرج عن الدستور. بالمناسبه الناس اللي يتكلموا عن المرحله الانتقاليه، نحن ضد المرحله الانتقاليه بالمضمون او التي تكون محمله بمضمون تاع مؤسسات انتقاليه والمجلس التاسيسي، احنا ضد هذه. لكن كيف نسمي هذه الفتره؟
من 4 جويلية إلى غاية تنظيم الانتخابات. هذه غير دستورية بالقانون، يعني بالدستور، يعني خرجنا من الدستور. إذا كان كاين، إذا كان فيه مشكل في المصطلح تاع فترة، مرحلة نسموها فترة سيدي، نسموها مجال، نسموا أي شيء، لا مشاحة في الاستيراع. عندما تحدث المرحلة الانتقالية نتوجه مباشرة إلى المجلس التأسيسي وغيرها. لا يعني طيب. هذا نحن ضده. طيب. وهذا ربما الذي يخيف الكثير من السياسيين وحتى ربما المؤسسة العسكرية، احنا ضد هذا، ولكن لابد أن نتوجه إلى حوار مباشر، تهيئة البيئة، تهيئة البيئة، ذهاب البيئات، مباشرة حوار جدي، المؤسسة العسكرية ترافق، بلورة رؤية، يعني إصلاحات في مجالات محددة، قال قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، ذلك هذا الشباب اللي ما كانش منتمين، طيب. الأحزاب السابقة التقليدية من حق، يعني نحن بحاجة إلى نخب سياسية جديدة بالضبط. طيب أعطي الكلمة لسيد بورنيسا، هل تعتقد أن الآن كما قال السيد صدوق نحن بحاجة إلى نخب سياسية جديدة ربما تغطي على تلك النخب القديمة التي كانت محسوبة على النظام السابق؟ بالفعل، نعطيك مثال، بين أول نوفمبر هو مرجعيتنا، هو ثورتنا، هو بلادنا، هو أصلنا، هو هويتنا. بين أول نوفمبر أكد بناء جمهورية ديمقراطية في إطار مبادئ إسلامية. أين هي الجمهورية اللي تضحوا عليها 1.5 مليون شهيد في الجزائر؟ أنا أجدم بأنا كشاب جزائري ما نكونش مسؤول في بلادي، أين هو المانع بالضبط؟ لما تجي السلطة بوصايا فرنسية سمونا الحزب الوحيد المعادي على فرنسا، كنا تكلمنا على فرنسا بزاف احنا في الأفانة. الآن دور النخب السياسية الآن، نحن نحكي ونحكي عن النخب السياسية، ولكن نخصص لك، أعطيني الوقت باش نتحدث لك أكثر ونعطيك لما نتكلم على من يديرون شؤون الشعب الجزائري منذ الاستقلال. هي فرنسا، فرنسا كانت تسير الجزائر بالهاتف. طيب يعني نحن صراحة. لسنا في مرحلة توصيف ما يحدث، نحن نبحث عن الحلول. الآن نبحث عن الحلول لخروج من هذه الأزمة. الحلول، الحركة الانتقالية تكون من الحراك، عندنا 48 ولاية ودور سياسيين يعني، والأحزاب سياسي أيضا، الأحزاب السياسية حاضرة، تكون حاضرة مع الحراك، ولكن الحراك هو من يسير الحركة الانتقالية. كيف يعني؟ كيف يسير؟ عندنا 48 ولاية، كل ولاية أطرها الجيش ويعطونا 10 من اللي مثل الحراك على مستوى 48 ولاية. عندنا 48، عندنا 480 إطار من الحراك، من مثقفين ومن واعيين وليديهم صافيين، يعني ما تلطخوش بالنظام الحالي. هذا عمل الحراك وليس الأحزاب يعني. هذا حراك بالفعل، هذا الشعب اللي راه يطالب، هذا أنا نطالب، الشعب هو اللي قال ذهب رموز النظام، مش أنا، أنا مواطن الآن عادي أمامك، ولكن الشعب الجزائري اللي خرج منذ 18 في منذ 6 فيفري حتى 18 جوان اليوم هو اللي راه يقول. يعني أنت تلغي دور الطبقة السياسية؟ لا، الطبقة السياسية ترافق الحراك، لأن الحراك هو الجزائر، هو الشعب. جوجل قال 20 مليون جزائري خرج، أغلبية الشعب الجزائري أرفض السلطة الحاكمة. طيب. إذن لازم نرضخ لمطالب الشعبية، لأن الشعب قرر أنه ذهب رموز النظام، النظام اللي خدم فرنسا على الشعب، على بقية شعبه، هذا لا يصح أنه يكون يبقى في النظام. من المفروض هذه الناس اللي تورطوا في الفساد هما والعائلات نتاعهم مستحيل يكونوا في النظام القادم للجزائريين. اللي خان مرة يخون ألف مرة، هذه قاعدة معروفة. ولكن اليوم الحل الموجود والمرزون اللي يجب أن نصل إليه هو يكون تنازلات، سواء من الحرك وسواء من السلطة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دوك هذه الحكومة اللي رافضها الشعب ورئيس دولة اللي رافضه الشعب، مختلفين في هذه النقطة. خليني نكمل الفكرة، نعطيك الفكرة الحقيقية التي يجب أن تطبق في أرض الواقع. لما الشعب يرفضك أنت كمسؤول عليه، لم نختلف يعني، يعني احتراما طيب. لشخصيتك تستقيلي وتطلبي السماح الأقل. إذا لما نشوف وزراء وظفوا لخدمة أسيادهم مش يوظفوا لي خدمة بلادهم، يعني لما نشوف نظام اللي نزع وزارة التخطيط وزارة الاقتصاد، وش كان حاب؟ كان حابينها بالمال العام، يعني وزراء يعني خدموا الدولة الجزائرية. لم نختلف يعني، الآن تقوم بحالة التوصيف، والآن أبحث عن دور الطبقة السياسية. دور الطبقة السياسية، أنا قلت لك الحل موجود. طب أنت يعني تشير إلى تأطير الحراك، هذه فكرة الحراك. تأطير الحراك طيب. عبر الولايات ويرافق الجيش، لأنه المؤسسة الوحيدة الذي لها ثقة الشعب. طيب. ولكن الجيش ليس لا يكون آمر،
ولكن يكون مسهل للعمل وهي الأرضية كما قال السيد صدق ويعطي الحلول سأعرض إليك لأنه في الولايات الأخ في ولايته الأخ في ولايته الأخ في ولايته يعرف في ولايتك من هم الناس اللي يقدروا يمثلوا الحكومة الانتقالية ونعطوه فرصة 6 أشهر ونرجع طيب. السلطة للشعب بطريقة آلية. سأعود إليك ربما هنا أفهم من كلام السيدة برنيسة أنه النخب السياسية أستاذ علي ربيج بين قوسين لم تكن في مستوى هذا الحراك ويقول يجب تأطير الحراك. لكن عن أي نخب سياسية نتكلم؟ هل نتكلم عن النخب السياسية الأكاديمية التي لا حزب لها ولا لون سياسي لها، أم النخب السياسية المنخرطة في العمل السياسي الممثلة في الطبقة السياسية؟ أنا أختلف مع الأخ في كثير من النقاط التي تكلم عنها، خاصة فيما يتعلق بأن الجيش يتدخل في تعيين الممثلين على الحراك على مستوى لا 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 ما قلتش الدخل، قلت أضطر فقط لا يتدخل. لا أنا لا لا ما يتدخلش. أنا 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 كان أنا أنا كان قلت يهيئ الأرضية باعتبار أنه مؤسسة تحظى بثقة الشعب. طيب. من المفروض أنه هذه الهيئة اللي راهي تدي في المفسدين للسجون أنها تؤطر الشعب الجزائري وتوقف معه في المحنة اللي راهي فيها باعتبار أنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى الثقة من طرف الشعب. أنا نظن النقاش اللي نناقشه فيه هو كان المفروض رانا كنا ناقشناه في الجمعة الثانية والثالثة والرابعة، لكن اليوم احنا داخلين في الشهر الخامس، بمعنى أنه النظام السياسي الذي نتكلم عنه هو في السجن. في تاريخ الجزائر لم يسبق للجزائر أن عرفت هذه الموجة من الاحتجازات والتوقيفات، لا ليست اعتقالات، هي توقيف على أساس ذمة التحقيق بهذا العدد الكبير. إذن كل رموز النظام السياسي الآن موجودين في السجن، كيف تم تحقيق يعني كل هذا؟ يعني أستاذ علي ربيج هل تعتقد أن الساحة الآن خالية ويمكن التوجه إلى الانتخابات بكل أريحية وبدون مشاكل يعني وبدون رموز الدولة العميقة مثلا؟ أنا لم أقول هذا، أنا اللي يقول الآن أن الجو والمناخ ملائم للانطلاق في العملية السياسية، بمعنى أنه الذين كنا نخشى أنهم يمكن أن يشوشوا على العملية السياسية وعلى الحوار الآن هما في السجن أو في معزولين بشكل نهائي. اليوم الدور على الطبقة السياسية، انخرط المجتمع المدني في مبادرة تاريخية لم نسبق لها وهي أرضية قوية يمكن التعويل عليها، بمعنى أننا يمكن إسقاط مسألة التمثيل الذي هي صعبة وصعبة جدا، تعويضها بهذا المجتمع المدني الذي وصل فيه المشاركين إلى حدود 100 جمعية، في حدود أننا نعلم أنه موجود 1200 جمعية على مستوى الوطن، غير مطلوب من هؤلاء أنهم يشاركوا كلهم في الندوة الوطنية التي ستعقد. الآن أنا نظن الذي يجب أننا نركز عليه وهو أننا كيف نجد الآليات والطرق والجسور ما بين المجتمع المدني والطبقة السياسية والنخبة والسلطة الممثلة في بن صالح مع ذهاب سريع لحكومة بدوي وبدوي شخصيا وتعيين شخصية توافقية وطنية تعطي ضمانات وثقة للطبقة السياسية لتأتي لعقد هذه الندوة التي يكون ضمن أولوياتها البحث عن آليات لضمان الذهاب للانتخابات الرئاسية والسلطة أو الهيئة أو التنظيم الذي سيشرف على العملية الانتخابية. أنا نظن هذه الأشياء التي يجب أن نركز عليها، لكن أننا في كل مرة نعيد نذكر بأن الجيش عليه أن يتحرك، والجيش نظن هذا يحرج مؤسسة الجيش لأن مؤسسة مثلا الجيش يورط مؤسسة هو يحرجها، بمعنى أنه كل خطابات الجيش لو نديروا لها عملية تحليل الخطاب السياسي تاعها هي تريد أن تنأى بنفسها عن المعترك السياسي، مسألة سياسية ومن حقها طيب. حتى أنه فيه كثير من الناس قاعدة تتربص بهذا الليل. سنعود أنا نرجع كلام يعني بسرعة لأنه لدينا فصل أستاذ أستاذ بحبوح، ولكن ترجعين بعد أعود إليك. طيب مشاهدينا الكرام فصل ونعود للنقاش. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا إلى حصة في المزاد، دائما النقاش حول دور الطبقة السياسية وتطورات مشهد الحراك، وكنت سأعطيك الكلمة سيد بحبوح تعليقا على ما قاله ضيفي الكريم حول مسألة تأطير الحراك، ويبدو أنه يريد أن يقصي الطبقة السياسية. هل تعتقد الآن أننا بحاجة إلى خريطة سياسية جديدة يعني في هذا السياق؟ أولا نرجع لوراء ديمقراطية، وش ما معنى مفهوم الديمقراطية؟ الديمقراطية هو موقف الشعب عبر صناديق الاقتراع، هذا هو النقطة الأساسية. ثانيا هل نتكلم احنا على شعب فاقد كل تعطير؟
ما كانش في دولة في العالم شعب اللي الشعب فلا بد أن يؤطر، يؤطر من نخبته، يؤطر من طبقة سياسية نتاعو، يؤطر من جمعية نتاعو. هذا هو الشعب. عندما احنا نتكلم في حال حراك اليوم، حتى الحراك، في الحراك كاين أفكار متنوعة وعندنا مناضلين. احنا ممكن هو عنده مناضلين في الحراك، كلنا موجودين في الحراك، انا موجود في الحراك. اما عندما هو متحزب على هو في متحزب السياسي يعني متحزب وموجود اذا الغى سيلغي نفسه ايضا، حب يطلب حتى يرافق الحراك. لا 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 خليني نوصل. طيب نحن نقول نرافق، احنا نستمع الى الحراك، ناخذ بعين الاعتبار ما ما طاب الحراك ولا حزب سياسي. الحركة كان أبدى نوع من العدائية للطبقة السياسية. نعم، ولكن نعم. عندما تكلم كيف يمكن مثلا استعادة مصداقية هذه الطبقة السياسية للحراك يعني؟ نعم راني معك. أولا عندما تكلم عن الطبقة السياسية تكلم عن الطبقة السياسية، الطبقة السياسية متنوعة، هناك أحزاب سياسية تسمى بأحزاب الموالاة ومعروفة ومنبوذة من طرف الشعب ومنبوذة من طرف انتهت يعني. ممكن أنا أخلي الشعب هو اللي يحكم. هناك معارضة، وأقول لك هناك معارضات، ليست معارضة واحدة، كاين معارضات وكل معارضة معروفة في مسيرتها السياسية. هذه هي فهمت كيف. إذن كاين معارضة اللي تعارض منذ 20 سنة، منذ 25 سنة، وكاين معارضة تعارض منذ 62 سنة. كيفاش نجيب كاين معارضة تعارض بعد 22 بعد في وكاين معارضة آتت بعد 22. إذن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي موجود عندنا. عندما نقول بأن هناك حوار سياسي والحلول السياسية تدرس داخل الطبقة السياسية، الحلول السياسية بطبيعة الحال بإشراك الحراك، أنا مع إشراك الحراك، إشراك ممثلين الحراك بهذا الأسلوب مثلا، ولا بهذا الأسلوب هذا داخلين في حل كممثل لحل المجلس التأسيسي عندما لجان شعبية مثلا، لجان شعبية ورايحين كل ولايات. أنا أقول لك أنا إحنا نتكلم هنا في كل أسبوع موجود مع الحراك، الشعب الجزائري بصفة عامة ينتظر في الحلول، والحضور الطبقة السياسية هو عنده حزب سياسي، موجود في حزب سياسي، ممكن يبلور فكرة وبلور رأي وبلور موقف سياسي، ولكن بلورة الرأي مع قال بأن ننسى كل شيء ونعاود كلش من البداية. تعرف شو نقعدوا 20 سنة. نقول لك علاش يا سيدتي، غدوة باش نخيروا غاز زوج أشخاص ولا 13 أشخاص في ولاية، والله تبقى إصرارنا. لماذا؟ لأن الطبقة السياسية موجودة ويكون صراع ايديولوجي داخل الاحزاب السياسيه داخل الولايات، صحيح ولا مش صحيح؟ يكون صراع ايديولوجي، يكون تموقع، صحيح ولا مش صحيح؟ يكون تموقع من طرف، يكون انتهازيين يحبوا يتسربوا، هذا من الصعب. اما الطبقه السياسيه عندها قياداتها والسياده واضحه يعني واضحه، والاخ المحترم راه عضو قيادي في حزب سياسي، راه يبلور الاراء والافكار نتاع الحراك وياتي بها يطرح حل الحلول. وهذا هو الشيء طرحنا لنا دائما طالبينه، وهذا هو الشيء اللي يجعلنا أن نخرج من الأزمة. لأن طيب. فلا بد أن نخرج من الأزمة في أقرب وقت يا سيدتي. سيد صدوق، هل تعتقد أنه الآن نحن بحاجة إلى خارطة سياسية جديدة مرافقة للحراك، أم أننا نوجد طبقة أخرى من الحراك تكون هي البديل للطبقة السياسية؟ ولو بد أن ننتبه إلى أننا في الربع ساعة الأخير، نعم، الآن بدا يغلب صوت العقل، صحيح. وحتى عند الشعب الجزائري بدا يغلب صوت العقل، صحيح. الحوار كقيمة هو الحل، ما عندناش حل آخر يعني. الحل هو الحوار، لأنه لا ينبغي أن نعود إلى أن جهة ما تتغلب وتفرض إرادتها. الآن كاين فتائل في طريق الحوار، كاين إشكالات، كاين شوك، لازم نقلع هذا الشوك. أول شوكة ما زال مطلب ثابت منذ سقوط العهدة الخامسة، هو ذهاب الباءات، وتحديدا يتكلموا على بن صالح والحكومة. ربما احنا ما عندناش مشكلة، لماذا هي متشبثة يعني مع بن صالح، لكن هما رايحين الانتخابات، يحتاجوا رئيس دولة عنده قوي وعنده مكانة، كيكلفوه بالتليفون زور ما يزورش. لكن احنا نعرفوا بان بن صالح يعني محسوب على النظام السابق، هذه اولا، وثانيا يعني مساهم في الطلب بان هو طلع بالطلب. يمكن وضعه كآلية من اجل تغيير، من اجل شخص توافقي على راس قادرين توافقي. ثانيا بدوي متهم بانه زور 6 ملايين توقيع، لا راهم فارضينه علينا، راهم يطالبوا 6 ملايين توقيع لصالح المرشح. احنا طالبين ندخلوا العداله، كاين بدائل. فمطلوب الان انه تهيئ البيئه في هذا الاتجاه. أطراف الحوار باينين في كل العالم،
وهو الأستاذ معنا يعرف علم يعني الانتقال الديمقراطي أنه كاين طرفين أساسيين، السلطة والمعارضة. السلطة فيها المؤسسة العسكرية لابد أن ترافق، وراي هي الجهة القوية القادرة. الحوار الآن بين القادرة على الفعل وبين مؤسسة الجيش. بالمناسبة السلطة العسكرية المؤسسة العسكرية الآن يدير في السياسة يومي تقريبا شبه يوميا، ما كان نزيدوا على بعضها. أنا قال ما هو شرم محرجين بين الدخل، والخطابات كلها سياسية بالزي العسكري. كيف هذه؟ كيف تسمى سياسة؟ فلذلك ما كان نروحوا مباشرة رئيس دولة توافقي، حكومة توافقية، هذه في الجهة تاع السلطة. في الجهة تاع المعارضة كاين الأحزاب، وكي نقول الأحزاب، الأحزاب تاع المعارضة فاعلة الفاعلة. دروك الحراك راه طالب بأن هذا الأحزاب تاع الموالاة تختفي، أقل شيء بدلوا القيادة تاعهم ويجيبوا قيادات عندها مصداقية. أما أنه يعاودوا يدمجوهم ويميعوا ويحركوا ما يسمى بالثورة، وهذا غير مقبول. كاين المجتمع المدني وراه دار مبادرة رائعة. نعم. احنا أمنيتنا أنه النخب السياسية والأحزاب والشخصيات فانتو بلور رؤية، ومن بعد صرا شغل التقاء. يعني نتمنى أنه يصرى التقاء بين المبادرتين تاع المجتمع المدني ونتاع الطبقة السياسية، إضافة إلى تمثيل شباب الحراك والشخصيات اللي برزت. المضمون تاع الحوار واضح، هو نحدوا الرؤية ورانا رايحين، يعني نحلوا عيلنا إلى أين نتجه، نحدوا الآجال وما لازم تتجاوز. احنا راينا في حركه مجتمع السن ما فوتوش 6 اشهر، ماذا بينا تنظم الانتخابات الرئاسيه قبل نهايه العام. نديروا اصلاحات، نديروا اصلاحات عاجله. كاين اصلاحات تتعلق بالنظام الانتخابي، لانه التزوير افه كيما الفساد. التزوير اخطر من الفساد، هو اللي انتج العصابه، هو اللي انتج هذه الحكومات المرفوضه، هو اللي صنع بيئه الفساد. لذلك نحتاج ان نصلح النظام الانتخابي، يعني اصلاحات محدده. وحنا عندنا فيها مقترح وربما حتى المعارضه، نحتاج ان ندير اصلاحات في قانون الاحزاب. انا الاستاذ قال 30%، هي في الحقيقه 20%، بالتزوير الى حقوق 20%، الانتخابات السابقه كلها كاين 80% ماهوش مؤطرين في احزاب. هذا وين يروحوا؟ نسهلوا بيأس احزاب، نسهلوا بيأس جمعيات. اذا نعدلوا قانون الجمعيات وقانون الاحزاب يكون بالاخطار. ما تفرش هل هذه الامورات، هذه الاصلاحات وهذه يعني الورشات مفتوحه، هل ستتم الان ام بعد انتخاب الرئيس القادم؟ لا احنا حتى نمكنهم، حتى نمكن كلنا هؤلاء الشباب. ما فان ينافسوا على ما ينافسوش. طيب، وهذه احنا شغل كما يقولوا ماذا بينا احنا ينافسونا هؤلاء، وحتى الى الدوها مبروك عليهم ونعاونوهم ونكونوا طيب سند لهم. الامر الاخر ان تتوج بتنظيم انتخابات، لابد ان نعود الى المسار الانتخابي في اقرب وقت، وهذا هو الذي يطالب به السيد بورنيسا. بقى فكرة برك نأجلوا ما يتعلق تحدثت بالهوية. طيب، هذه صراعات الإيديولوجية إشكالية أخرى أيضا تكسر الحراك. تصر على مسألة تأطير الحراك. هناك من يعتقد أنه تأطير الحراك سيكسره وسيشتته وسينهيه من وظيفته وأهدافه. أولا، الحراك هو مطلب شعبي، هو ثورة شعبية قادها الشعب، ما قادها حتى حزب. والشعب هو من يحكم، الشعب هو السيد، الشعب هو السيد. نعطيك مثال، في الجزائر كل الرؤساء الذين مروا على الحكومات الجزائرية على الحكم في الجزائر غيروا الدساتير. احنا في الجزائر عندنا نظام يحكم في شعب، وعندنا شعب لا يؤمن بالنظام. ده هو المشكل الحقيقي في الجزائر، عندنا نظام يحكم في الشعب وعندنا شعب ما يؤمنش بالنظام لأنه مزور. لأنه الدساتير اللي مرت كان دساتير نخبة مش تاع شعب. لو كان عندنا دستور شعب، أنا اليوم أنا نطالب من الجيش أنه يتخرج من الدستور اللي كان يتحدث عليه ويروح لحلول عملية اللي طلبها الشعب. لأنه الدساتير اللي راهي الآن، هل تريد حلول سياسية مثلا؟ حلول سياسية بالفعل، لأنه المشكلة الدستور خرجنا منه الآن، الدستور خرجنا منه، ما نغلقوش نفوسنا. الواقع يقول شيء والدستور يقول شيء آخر. الدستور تاع الجزائر هو الدستور الفرنسي الجزائري، يعني أكبر دولة مدنة في أوروبا هي فرنسا. احنا علاش نتبع فرنسا وندير دستور شبه رئاسي؟ لازم الشعب هو يغير نمط الدستور اللي حب يسيده. هذه ربما في الاصلاحات القادمه لازم دستور. لكن الان تاطير الحراك كيف هل تعتقد انه تاطير الحراك؟ اكمل الفكره. المشكل ما هو؟ هو في الدستور اصلا، لأن الدستور الحالي لا يمثل إرادة الشعب الجزائري. يعني تريد ان نفتح ورشه اخرى؟ لا، لازم اول شيء نقوم به الان
لجنة قانونية تدرس دستور الشعب، ماذا لازم نستفتي الشعب في أي نظام يختار الشعب أن يكون؟ يجب أن تقنع الشعب كي يذهب إلى الصناديق. أتركني أن أواصل. الشعب الجزائري الآن لا خرج من الدستور، الدستور الحالي لا يمثل منطق الشعب، إذا لازم نروحوا للدستور اللي يختاره الشعب. لأنه هذا رأيك ولا رأي الحزب اللي تنتمي إليه؟ لا هذا واقع معاش. لا لا رأيك هذا رأي، هذا رأي شخصي مش الحزب. لا مش لا لأن الحزب أنا عندي خبر عنده موقف واحد آخر، لأنه أن المعلومة اللي عنده لا لا ما عندوش. لا لا الدستور لازم نروحوا نفتحوا مرشد قانوني للدستور لصياغة دستور جمهوري. خليك كمل الفكرة، اترك المعلومة اللي عندي. الحزب تاعك ما يناديش بهذا. خليك كمل الفكرة تاعو بعد نعلق. أنا سؤال بسيط برك، الدستور الجزائري الآن خرجنا منه وصبرنا أصبحنا نشير بلا دستور، لأن الدستور 4 جويلية نهاية مهمة بن صالح وحكومة بدوي وما يليها. إذن اليوم وقعنا في مشكلة، كيف تسير الجزائر؟ بمكرر عهدة خامسة أو نسير إلى صياغة دستور جديد؟ وهل الشعب الجزائري ويوافق ويضمن هذا الدستور أم لا؟ إذن الرؤساء الذين مروا على الحكومة الجزائرية الحكم الجزائر غير الدستور، كل رئيس غير الدستور، بومدين زروال شادلي بوتفليقة زيرو غيروا 4 مرات. كل تغيير يعني يا أستاذ يا الأسماء وصلت كرة. الشعب الجزائري اليوم هذا الدستور لا يؤمن به، إذن الشعب الجزائري لم يشارك في دستوره منذ الاستقلال، إذن اليوم لازم نصيغ دستور جزائري جزائري. ما عادت 89 لا أنا نقول باللي الدستور الجزائري لازم بعد الحوار اللي راح نقوم به لازم تفتح ورشة قانونية خاصة لصياغة دستور جزائري جزائري. هذه لازم تكون. ندي لك من وقتك المرة الجاية. إذن اليوم تفضل ربما لديك الدعم. أعتقد أن نكمل الفكرة، لما نصيغ دستور جزائري جزائري طيب. نقدر نروح للانتخابات نزيهة. الفكرة وصلت سيد بورنيسا، الفكرة وصلت، فكرة وصلت. خلينا خلينا نوزع النقاش بشكل عادل. تفضل سيد فهمناك يا صديقي، فهمناك. عندما تكلم على خرق الدستور يعني كلنا متفقين بأن الدستور هذا خرق وخرق وخرق مرارا وتكرارا، متفقين لك. عندما تتكلم على حتى الدستور كيف تم يعني انتهاكه بالسيف غير حتى تأجيل الانتخابات الرئاسية غير دستوري صح. وهذا توقيف المسار المؤسساتي في دولة محترمة. تعرف شو هذا السيد اللي أسس الجلاتي يدخل مدام أمام محكمة، المفروض بوتفليقة يجوز أمام محكمة. المفروض هذا إذن الآن إحنا رانا في معضلة ورانا في مشكل كبير. نبحث عن الحلول. نعم نتكلم عن الحلول. عندما تتكلم أنت على الدستور تعديل الدستور صياغة دستور جديد يقرره الشعب الجزائري. خلينا نهضر معاك يا صاحبي، راك ترجع دوك. خلينا ما قطعتكش خلينا ما قطعتش. انت تتكلم على صياغة دستور جديد، من هو الذي يقوم بصياغة الدستور الجديد؟ فأولا إذا أردنا تعديل أو صياغة جديدة أو يعني ممكن تعديلات طفيفة ولا كبيرة، هذا فلا بد أن تكون لنا سلطة شرعية بالفعل. هذا الأمر الأول، عندما تعودك تكون عندك سلطة شرعية وممكن نرجع حتى الانتخابات مؤسسات يعني شرعية برلمان عندهم. هذا هو الشعب، الشعب عن طريق البرلمان كيعود شرعي وممثلين تاعو وعند رئيس جمهورية شرعي عنده كل الصلاحيات باش يقوم. اذا لازم نرجع لكلام يا زلمه، خلينا نهضر مع خلينا بعد بطبيعه هذا يضحك بلا اقل يا صديقي. ها من هذا، ولكن انا نتكلم معك، انت عندك موقف سياسي شخصي وعندك موقف سياسي حزبي. موقف حزبي هذا؟ لا لا هذا مش حزبي، انا حزبي مش حزبي شخصي. معليش حزبي لا قال موقف حزبي بلا اقل. يجب صياغه دستور جزائري جزائري في اي ظروف، في اي ظروف يعني. مات خليك طيب. انا مشكلة الحوار روحوا كي لا نغرق في موضوع الدستور. نكمل هذا نقول لك، اذا احنا فلا بد ان نرجع للشرعيه الحقيقيه. وعندما تكون عندك شرعية، شرعية المؤسسات وشرعية رئيس الجمهورية بانتخابات نزيهة والآليات والإمكانيات وحتى الطرح، احنا متفقين على كلش، احنا داخل الأحزاب السياسية نتكلموا ونتكلموا بوضوح كيفية. قلنا أولا فيما يخص الهيئة اللي تشرف الانتخابات اللي تسير الانتخابات، هاي الكيفية تاعها كيفاش تكون. احنا عندما الشعب يخرج ويصوت ويعطي الصوت تاعه وعنده مؤسسة شرعية
كل شيء ممكن، تعديل صياغة دستور جديد ممكن، صياغة قوانين جديدة ممكن، اقتراح يعني تصور اقتصادي ممكن، حبينا نديروا يعني ننتخبوا رئيس جمهورية. نعم. في ظل الدستور. نعم. الحالي. طيب نعم مش مشكل يا رجل، مع اصلاحات مع اصلاحات والاصلاحات والاصلاحات من يقوم بها الان، هذا هو الحوار اللي جيبوه هذا. ايوه معناتها انا متفقين يعني بعد ما نخرجوا بلجنه الحوار نسيغوا لجنه قانونيه في الحوار. لا نبداو خلي مش مشكل نعبد الطريق للانتخابات. انا مش مشكل استاذ علي ربيش تعليقك حول الموضوع تفضل. ماناش مختلفين في الفكره. لا أجل بركة أجل. طيب لا هو أنا ما قدرش نحكم الخيط تاع الحوار، لأنه الأخ يطرح في واحد الطرح من ناحية المبدئية أنا لا أختلف معك، ولكن من ناحية التوقيع أنت على خطأ. توقيت من ناحية التوقيت. نعم. لأنه توقيت مناقشة هذه الأشياء ليس هذا وقتها. بالضبط. الوقت هو ولكن خرجنا من الدستور الآن ولا ما زلنا في الدستور؟ خرجنا من الدستور. وكيف نؤمن بدستور لا نطبقه؟ إذن هو أعطيني الحل أنت كذلك. أنا الحل الحل هو أننا نمضي إلى هذه الندوة. إيه؟ لهذا الحوار خارج الدستور. الندوة هذه خليك من الدستور. صح خارج هذا فضل. الذي سيصدر عن هذه الندوة. أه؟ هو يكون أقوى من الدستور. نعم أقوى من ويكون الدستور. في في اتجاه أنا اقترحت اقتراح في الحوار اللي رايحين نديروه إن شاء الله في الحوار، ثم نخلق لجنة قانونية ناقش كنعودوا نتحاوروا نتلاقاو في الحوار في الحوار في الندوة هذه. الندوة لكن الندوة لحظة لكن هناك الندوة في الندوة من أجل تعبيد الطريق للانتخابات الرئاسية عاجلة. هذا هو المطلوب. ولكن ولكن الإشكال الآن، هل الشعب الجزائري يرضى بحوار مع من رفضتهم السلطة؟ رئيس الدولة مرفوض شعبية، أخرى رئيس الحكومة مرفوض شعبية، رئيس البرلمان مرفوض شعبية. إذا كيف نقوم كيف نقوم كأحزاب سياسية؟ هناك الكثير من المبادرات السيد بورنيسا بمحاورة من رفضوا من طرف الشعب. طيب. هذا هو المشكل. يا أستاذ يا أستاذ، الأحزاب السياسية عندها مسؤوليات، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها. هذا لا هذا واجبنا. تتحملوا مسؤولياتنا. لا لا هذا نقول لك، فبعض الأحيان نترك بأننا ولا ننسى بأن عندنا مسؤوليات، مسؤولية الحزب السياسي، فلا بد أن نشرح المواقف، نوضح للمواطن الجزائري، نعطيه الحلول وهكذا، ونرضي المواطن الجزائري ونرضي وحتى مسؤوليه النخبه، مسؤوليه كل هذا الشيء. هذا هو اللي هذا الندوه اللي رايحين لها راح يكون فيها ويحيى وسلال يكون فيها بن صالح ويكون فيها بدوي ويكون ابو شوارب يكونوا فيها. شوف انا نظن الندوه هذه راح تمشي، قبل ما راح تمشي راح تهيئ لها الظروف. بالضبط. ولاش الظروف اللي هي انت ماشي ديمقراطي. لا انت لانك لدينا نحن نبحث عن الحلول. نمشي بمطلب الشعب. لا لا لا. الشعب نحن نبحث عن الحلول. لدينا تقرير. ما خليتنيش نكمل ولا فكرة. تفضل يا استاذ. اذا انت تنادي بالديمقراطية، انت لو كان توجد توصل للسلطة راح تقمعنا كاع. يا اخي انا ما رفضنيش الشعب، ما قبلنيش، ما نكونش في الندوة. جايين خليني نكمل الفكرة. هذه الندوة اللي رايحين ليها قبل ما نمشوا ليها، في اجراءات يتم اتخاذها، من بينها ذهب بدوي، حكومة بدوي. نعم. وكذلك تعيين شخصية توافقية. نعم. وطنية تقدر تكون أنت. نعم. يقدر يلقى قبول عند الشعب. نعم. ثم يدعو إلى هذا الحوار. هذا الحوار سيتم إقصاء أوتوماتيكيا. نعم. هذه الوجوه اللي كانت محسوبة على النظام والأحزاب السياسية والمعارضة والموالاة اللي كانت جزء من المشكلة ما راحش تكون. نعم. أنت لما تجد نفسك في هذا الجو من الحوار ستطرح الكثير من المبادرات بما فيها مسألة تعديل الدستور. أو خلينا أستاذ علي ربيج، بمناسبة الحديث عن المبادرات، لدينا تقرير عن 25 مبادرة مطروحة. طبعا نتابع لزميلة نادية معزوزة ثم نعود لمواصلة النقاش. الحراك الشعبي يتواصل في أسبوعه 18 على التوالي، وتتواصل معه عروض المبادرات التي تتهاطل من هنا وهناك. فما جدوى كل هذا الكم الهائل من المبادرات، وهل سيتقبلها الحراك؟ كل يوم عدنا مبادرة هنا تشتت المجتمع وتشتت الحراك. هذا راح يأثر على المبادرة في حد ذاتها من ناحية القبول لدى الحراك، لأنه هو السيد الآن. مطالب الحراك تتحقق عن طريق شيء واحد وفقط، هو الالتفاف والإجماع الوطني من طرف النخب الجزائرية. بعدها أي مبادرات يتم دراستها ومناقشتها في مؤتمر، والخروج بمبادرة واحدة موحدة. وإذا كان البعض ينتقد هذه المبادرات،
فإن البعض الآخر يراها ظاهرة صحية تتجاوب مع المطالب المرفوعة وتعمل على حلحلة الأزمة. أنا أعتقد هذه ظاهرة صحية، وربما هذا التجاوب مع ما يحدث على مستوى الساحة السياسية وكذلك مطالب المؤسسات الدستورية على رأسها مؤسسة الجيش التي طالبت في كل مرة بإجراء وتقديم مبادرات. إذن هذا التجاوب هو تجاوب إيجابي، ولهذا أعتقد أن هذه المبادرة ستصب في الأخير في ندوة وطنية شاملة جامعة ستجمع كل هؤلاء لتقديم خارطة الطريق وميثاق وطني. الحراك الشعبي يدخل شهره الرابع على التوالي، وتتوالى معه المبادرات التي لم تتمخض حسب متابعين إلى اليوم عن حلول سحرية تكسر حالة الركود التي تطبع المشهد الحالي وتضع اللبنات الأولى للذهاب نحو حل يرضي الحراك الشعبي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. إذا تابعتم تقرير لزميلة نادية معزوزة حول المبادرات الموجودة المطروحة في الساحة السياسية، وأعطيك الكلمة سيد صادوق. نعم. على ضوء هذا التقرير، إذا لا زال الانسداد حاصل رغم المبادرات المتعددة، في اعتقادك لماذا لم يتم تفعيلها، أو كيف ما هو تصوركم لتفعيل هذه المبادرات؟ أنا قلت أن أولاً بالمناسبة كثرة المبادرات يعني تدل على حيوية المجتمع، يعني شيء إيجابي، ما لازمش ننظروا لها على أساس أنه يعني الناس حوس بعض. هناك من يقول أنها ستشتت. لا بالعكس، بالعكس يعني الساحة السياسية، بالعكس يعني هي تدل على حيوية المجتمع وأنه مشارك في العملية السياسية. صحيح. بالمناسبة احنا كنا منتخبين سابقين في المجالس المحلية، كنا كي نروح نديروا الحفل الانتخابي يقول لك اعطيني السياسه. استسمحك، يرفع على مسامعنا اذان العشاء ثم نعود للنقاش. حان موعدنا الآن مع صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة،
وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. آمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. إذا مشاهدينا الكرام، نعود إلى النقاش في المزاد دائما حول الحراك، تطورات مشهد الحراك والمبادرات المطروحة للنقاش. وكنت توقفت عندك السيد أحمد صدوق، كما قلت أنه الانسداد ما زال حاصلا رغم تعدد المبادرات التي طرحت لحل الأزمة. في اعتقادك، ما هو تصوركم للخروج من هذا الانسداد؟ أنا قلت أن كثرة المبادرات والتعدد تاعها والتنوع هو شيء إيجابي، لابد أن ننظر له بزاوية إيجابية، يعني موش عيب، بالعكس هذا يدل على حيوية المجتمع، يدل على أن الشعب الجزائري انخرط فعلا في العمل السياسي والشأن العام على عكس ما كان في السابق، يعني الناس مستقيلة من العمل السياسي ومن متابعة الشأن العام، فهذا شيء إيجابي. الآن هناك إشكالات حقيقية، وذكرت أن هناك أشواك. احنا عندنا رؤية، نحن نتفهم ربما تمسك السلطة الفعلية ببعض المطالب ربما على رأسها بن صالح، نتفهم، ولكن راه مطلب التحراك، كيف الحل؟ اقترحنا مخرج دستوري، يستقيل بن صالح قبل أن يستقيل، يعني يستقيل رئيس المجلس الشعبي، رئيس المجلس الدستوري، بن صالح يعين شخصية توافقية، ثم يستقيل بن صالح، يصبح آليا وفق الدستور رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي هو رئيس الدولة. هل سيتنازلون بكل هذه السهولة؟ عادي، ماهيش مشكلة، يعني ماهيش حاجة، يصبح هو رئيس الدولة. رئيس الدولة واش يدير؟ يقيل حكومة بدوي، يعين حكومة كفاءات وحكومة لا يهم، ويعين شخصية تدير الحوار، شخصية توافقية تدير الحوار. بالمقابل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وشباب الحراك يبلوروا رؤية مشتركة، واعتقد انه كما قال الاستاذ يعني بحبوح انه رايحين لها. المجتمع المدني ربما سبق دار رؤية شبه موحدة وفيها كل الاطياف، هذا اللي يفرح الجزائر، يعني انت فيها كل الاطياف. صحيح. الموجودة في الجزائر، من حتى التطرف من اكثر يمين، هذا شيء ايجابي. المفروض الطبقة السياسية فهم تصل الى ان تجتمع بكل الاطياف تاعها وتبلير، ومن بعد حتى واحد ما يحكم في الاخر. طيب. يتلاقوا، يديرون حوار، يتفقوا على الرؤيه، يتفقوا على الاجل، يتفقوا على المسار الانتخابي. المسار الانتخابي يبدا بالرئاسيات في اقرب وجه في اقرب وقت، ثم بعد الرئيس الجديد من حقه بل واجب عليه ان يحل المجالس المحليه والبرلمان، وتكون هناك يعني انتخابات. طيب. جديده، ولكن قبل ذلك مخرجات الحوار الاساسيه هي الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة. هناك كان حديث عن السلطة الوطنية لهم، الحوار هو اللي خرج، يعني لكن الحوار هو اللي خرج الشكل. فقط أريد أن أعرف السيد بحبوح، كما تحدث السيد صادوق، الكل مع الحوار. نعم. وجميع الأطياف والشخصيات متشبثة بالحوار، لكن في اعتقادك لماذا تعطل تفعيل هذا الحوار؟ لا، الحوار جاري. أنا شخصيا درت لقاء، شاركت في أحزاب سياسية. نعم. في مقر الحزب، ونحن ننشط حاليا لتحضير الحوار الحقيقي ما بين الأحزاب السياسية اللي عندها نفس التوجه وداخلة في نفس الطرح، يعني داخلة من أجل نتحاور، من أجل أن ننظم انتخابات رئاسية في المجال في أقرب، يعني في أقرب وقت. نعم. متفقين على هذا الشيء، الآليات كلها موجودة، ونحن في اتفاق، أنا يومين مع اتصالات مع أحزاب سياسية، ويومين مع الآن احنا عندنا شيء جميل وإيجابي، هنالك المجتمع المدني دار مبادرة وعطانا الطرح نتاعو، كاين مبادرات اخرى راهي جاهزه. اذا احنا نحاول بان في الحوار، عندما نتكلم في الحوار كل الجو يكون مهيئ، وحتى نطرح نعطي للسلطه موقفنا او خريطه الطريق، وببيان يكون متفق عليه قبل ان نلحق الحوار. هذا هو، احنا بما ان طلب منا ان نحاور نقول نعم للحوار، فنحن الان نحضر في الحوار. ولكن الشيء انا اللي نضيف النقطه، الشيء اللي كنا ننتظره هناك يكون من طرف السلطه الحقيقيه الفعليه اشارات ايجابيه. وانا ممكن اختلف مع صديقي هنا كحزب، كموقف سياسي، وعنده موقف، انا عندي حزب سياسي وعنده حزب سياسي، هو في حزب سياسي، انا اختلف في نقطه. انا اقول لك اولا بان المطلب الاول اللي هو ممكن يكون مطلب تهدئه، ويكون مطلب ممكن يكون مطلب مقبول من طرف الحراك، وحتى انا عايش دائما في الحراك، نظن باللي
إقالة، حتى مش إقالة خطأ، لأن من ناحية الدستورية لازم يستقيل. لا لازم يستقيل، لازم يستقيل، كاش ما كاش إقالة، أي قوة ممنوع على لازم يستقيل. فهمت كيف؟ لازم يستقيل بدو، لازم يستقيل. لا لماذا أقول لك يا سيدتي؟ أول لازم يستقيل بأن كما قلت في السابق هو رمز، يمثل رمز الفساد. وثانيا هناك وزراء في الحكومة الحالية أسماء انتحم راهي مطروحة تحت التحقيق. إذن يعني عندنا كل المبررات من أجل أن هذا السيد يقدم الاستقالة تاعو. وأقول لك يا سيدتي عندما يقدم الاستقالة تاعو أنا متأكد بأن حتى الحراك يصبح راضي بنسبة يعني معتبرة. أما أنا نرجع الوراء، أما دخول في آليات دستورية أخرى كما تجابها وطرح، أنا أقول لك أكون متحفظ بأن هذا الشيء صعيب وصعيب جدا. الآن عندنا قرار مجلس الدستوري اللي أعطى تمديد رئيس المؤقت إذن بأي حق؟ مش بدون حق على كل حال. كما كما لا هي قدم قراءة، هو بدون حق يستقيل. بدون أنا معك بدون حق. لا كما قبلنا بأن الانتخابات الرئاسية يعني روبورتي كفاه يعني تم تأجيلها بدون حق، وقبلناها قبلناها ولا ما قبلناهاش؟ الشعب اللي رفضها مش ولكن لا شعب روز ماج هي باش نواصل باش نكمل باش نكمل علي الوزير باش نكمل هذا استسمحك قليلا هذا يعني نقول لك يعني نعطيك فكرة. لازم نكونوا شويه شوف كنا شويه مرونه هذا ما حبيت نقول. دول المحترمه تحترم نفسها في الدول المتقدمه في الديمقراطيات لا يمكن لرئيس مجلس دستوري أن يعين من طرف رئيس المجلس الجمهوري. راني معاك يا أخي. المفروض أن رئيس مجلس دستوري ينتخب من طرف الهيئات المنتخبة. راني معاك يا صديقي. لدينا وضع قائم، نحن بحاجة لخروج من الوضع قائم. الوضع قائم الآن، فلا بد على الطبقة السياسية وخاصة الطبقة المثقفة وإحنا كسياسيين فلا بد أن نتأقلم مع المحيط، وداخل تأقلم في هذا مع المحيط نلقى الحلول السليمة التي يعني تخدم الجميع. أنا هذا وش حبيت نقول. باعتبارك قيادي في حزب الأفانا، ما هو تصوركم للتفعيل الحوار من أجل خروج الأزمة؟ أول لا نحن في الأفانا لا نقيم حوار مع من رفضه الشعب. أنا معك سيدي. لم نختلف على هذا النقطة، كل متفق على ذلك. هذا من يهيئ الأرضية للحوار. أنا قلت لك كاينه مؤسسة واحدة يحترمها الشعب هي المؤسسة العسكرية. لازم نرجع، هي من قامت بتطهير المحيط السياسي، وهي تقيم الآن وقوف العدالة. الآن العدالة رجعت لمكانتها. طيب. ما ننساش إذن اليوم الجيش له دور لأنه هو حامي الجزائر. إذن المفروض أنه هذه الأمور اللي رفضها الشعب ما نمشيش معها. أنا يا أخي ما نقدرش ندير حوار مع شخص رفض الشعب. أنا واحد من الشعب، إذن أنا مستحيل أنني نحاور إنسان رفض الشعب. إذن من ما هو البديل؟ من البديل أن الحكومة تستقيل بطريقة هادئة جدا. رئيس الدولة قال يا جماعة اسمحوا لي يبقى على خير، وراه المشكل. لماذا هذا النظام بقي النظام متشبكة في السلطة؟ لأنها عليها ضمانات خارجية، لأنها تخدم الخارج على الداخل. لأنه اللي عنده جاء مصلح في أرضه وفي وطنه مادام رفضوا الشعب يروح بطريقة آلية. لأن المشكل الآن في من وظفوا أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري بدون وجه حق. لما نروح لمجلس أمة، من يمثل مجلس أمة؟ هم تجار ورجال أعمال، برلمان كونطات، رؤساء بلديات موظفون عن طريق الوصاية تاع الدائرة والوالي، والي زور الانتخابات ورئيس دائرة. إذن هذو هما الأشخاص اللي من المفروض أنهم ما يكونوش في السلطة لأنهم الشعب الجزائري. نعطيك مثال، حل مجالس المنتخبة كلها الشعب الجزائري يحبس لأنه يؤمن ويضمن باللي أنه راح يدي السلطة عن طريقة شعبية. ولكن الآن لما يشوف برلمان تغلق بالسناسل وما زال يقول لك نشرع. طيب. شكون اللي لم نختلف أن أغلب هذه المؤسسات كفر بها الشعب. كفر بها الشعب. طيب. إذن ننزل سيأتي وقتها نبحث عن حلول. الحلول موجودة، الحلول لازم حل المجالس. طيب. المنتخبة كأول. طيب. شيء ونروح مباشرة. سابقة تصور كل الحوار اليوم أنا اسمعك اليوم أنا اللي نسمع مضطهد اليوم. لا مش قضيك مضطهد. حل المجالس تفضل أستاذ علي ربان. لا راني نسمع في واحد الخطاب سياسي مطروف من عند قيادي في حزب مطروف سياسي. مطلوب شعبيا. لا 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 مطلوب شعبيا هذا. لا أنا ولا أنت حل المجالس المنتخبة هذا شيء مطلوب.
حل مجلس المنتخبة. من المفروض أنه رئيس الجمهورية لما رفض أنه ما يجلسش عودة الخامسة يحل مجلس المنتخبة. سيد بونيسا وصلت الفكرة، خلي أستاذ علي ربيع ما يخليش مجلس الأمة وبرلمان ومجلس الشعبية مرفوضة بطرف الشعب. لم نختلف معك، تفضل. إذا أنا اليوم نقولها لك بكل صراحة، أنا مع المطالب الشعبية. الشعب قال لي الكل مع المطالب الشعبية. احنا مع المطالب الشعبي المصري ولا التونسي، احنا زين مع الشعب المطالب. تفضل استاذ علي، احنا خلوا يروح الاستاذ علي ربيع. تفضل يا اخي شوف، انني نقول لك لحد الان انت راك تطرح في واحد الطرح ما نقولش عكس التيار الاحداث والتطور. الشعب راه يقول ولا لا يقول؟ الشعب قال يروحوا البقاءات. نعم يقول يمكن يروحوا ولا ما يروحوش. شوف انت دورك كطبقه سياسيه انك ترشد ان يقود الحراك انه ما خليهم يقعدوا. هكذا حبيت توصل الفكره انت؟ انا ما حبيتش نوصل. الاسباب التي تم، يعني الاسباب التي ادت الى تعطيل الحوار مهما كان. لا نقول نحن في حوار، لكن الجمعه 18 تصور انه الشعب الجزائري كل جمعه يخرج. الا تعتقد انه حان الوقت لتفعيل اليات الحوار؟ نعم، وضروري وبكل سرعه، لانه في كل الاطراف تقول انه الوقت لا يسمح. نحن نعيش تحت ضغط قوي سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او حتى على المستوى الخارجي والامني. اذا في هذه التحديات والرهانات الكبرى، الكل يؤمن ويتفق فيما بينه على اساس انه التوقيت صار يضغط علينا. طيب كيف نذهب الان؟ مساله طرح المبادرات. المبادرات لا تملك العصا السحريه. حركه حمص ولا سيب بوح ولا الأفنة ما عندهمش حصة سحرية. هما يطرحوا المبادرات، والمبادرات التي طرحت هي من ناحية المبدئية هي ظاهرة صحية. طيب اليوم كيف نفعل ونذيب كل هذه المبادرات في بوتقة واحدة وفي وعاء واحد، وهو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية؟ هذا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن نفكر فيه. الآن السلطة الفعلية اللي هي مؤسسة الجيش، أنا أعتقد ربما مؤسسة الجيش أدت وما زالت تؤدي هذا الدور، لكن ما هوش منظور منها أنها تقعد في طاولة الحوار وأنها تدخل معنا في التفاوض. ومرفوض حتى أنا شخصيا قلت إذا هي قعدت هناك أطراف سياسية أنا تقول أول ناس ضد هذه الفكرة. أستاذ علي ربيج، هناك أطراف سياسية تقول نحن بحاجة إلى حوار مع مؤسسة الجيش باعتبارها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يثق فيها الشعب. طيب. من الخطأ بمكان، وأنا لا أؤمن ولا أفهم من حزب سياسي يدعو مؤسسة عسكرية، لأنه في كل تجارب الانتقال الديمقراطي أو التحول الديمقراطي أو الترسيخ الديمقراطي كانت الشعارات أنها تبعد المؤسسات العسكرية عن العمل السياسي. الآن نحمد الله أن هذه المؤسسة لم تنخرط بشكل مباشر في العمل السياسي. البعض يستغرب لأنه في التسعينات دعوا هذه المؤسسة فتدخلت فكانت النتيجة. اليوم المؤسسة تقول أنا بعدوني من السياسة، البعض يقولها لا أرواحي للسياسة. طيب هنا نطرح أسئلة، هذا هم الديمقراطيين اللي غير مطبقين غير مزيفين. هذا الجيش مأمور وليس آمر. الجيش مأمور يا أخي، الجيش مأمور وليس آمر. الجيش تفضل أستاذ. أنا باش نكمل باش نواصل الفكرة. كل حزب سياسي اللي يطلب، نحن ضد تدخل الجيش في السياسة. وكل من هو يطلب بأن الجيش يدخل في السلطة هذا غير ديمقراطي. أنا أقول هذا ولا ويريد الاستقواء ويريد الكوطة تعيين الكوطة والتعيين. احنا نقول بأن الجيش مؤسسة، الجيش الوطني الشعبي هو الجيش للملك للشعب الجزائري ككل. قلنا باللي الجيش يبقى كضامن وكمسهل، هذا ما كان ما نطلبوش من حاجة مسهل. أنا لا أطلب أنني أتحاور مع الجيش، ولكن أطلب أن أتحاور مع شخصيات يعني مقبولة من طرف الجميع لديها الكفاءات اللازمة. وإذا اضطر الأمر إلى محاورة بن صالح يعني مع ذهب بن صالح. أنا أقول لك يا سيدتي، لا أظن بأن حتى بن صالح يقبل بأن غدوة في هذه الضغوطات يقبل بأن هو يكون المحاور ولا هو الذي يدير الحوار. نحن نطلب فشل في المشاورات السابقه يعني هاكي كملتيها. لانه فشل. واذا تم تعيين شخصيات
يعني هي التي تدير الحوار مع الطبقة السياسية المعارضة الحقيقية ومع الشخصيات ومع ذلك طيب. نلقوا إن شاء الله مخرج ونلقوا لأنه بصورة. وسيلة بن صالح مر في امتحان هو دعا إلى ندوة وفشل في المشاورات هو يؤمن هو فاهم وراه عارف باللي أنه مرفوض في الطبقة السياسية نعم. الآن خلونا نحايد بن صالح ونبحث على شخصية بدل بدوي بدل حكومة بدوي هذه الشخصية هي الضمان طيب. الأول أو قول الأول للذهاب إلى الانتخابات هو لابد أن نتصارح الآن هناك تخوفين يعني كما كاين السلطة بكل مكوناتها وكاين المعارضة والطبقة السياسية بكل مكون كاين تخوف عند السلطة نحن نتفهم وكاين تخوف عند المعارضة التخوف اللي عند الأحزاب وعند المجتمع المدني أنه يصير التفاف وتهدر هذه الفرصة التي جاءت للجزائر وللشعب الجزائري يصير التفاف ممكن يعني نغفلوا كذا تنتج عصابه واحده اخرى ولا قدر الله نطيحوا في التصوير ونطيحوا في الفساد الى كاين هذا التخوف نعطيك لانه قضيه محاربه التزوير ومحاربه الفساد هي اراده سياسيه ما يجبرك قوانين غدوه حتى لو نديروا هيئه مستقله للاشراف على الانتخابات وما تكونش هناك اراده سياسيه حقيقيه لمكافحه التزوير بالتليفون وهل في رأي يعني إذا كان الرئيس ضعيف سمح لي حطك أستاذ بك خليني أكمل فكرة برك رجاء سيرودين رجاء يكون رئيس ضعيف يستجيب للتزوير وهذه صارت إحنا في 97 وأنا كنت في الميدان زروال دار التعليمة رقم 16 تعليمة رائعة ما زالت عندي أنا محتفظ بها نهار الانتخابات كي ولينا نحاربوا في المزورين ونور لهم التعليمة رقم يقول لك كاين التعليمة رقم 17 بالتليفون وزور لأن الإرادة لم تكن ليش نفس الظروف تختلف لا 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 مازال اسمع لي أنا مش مطمئن ما كان حتى حاجة اللي عندك حراك اليوم يا أخي اليوم عندك حراك الناس هو يقبل اسمعني نكمل الناس تريد أن تنهي الحراك بأي طريقة يا أستاذ ورا هذا المسؤول اللي راح الآن يجازف ويلعب بالمستقبل تاعو مع الشعب الجزائري هذا التخوف انا عندي تخوف يا دكتور انا عندي تخوف من حق اريد ان اطمئن صحيح بالمقابل صحيح المؤسسه او النظام سي عنده تخوف ومشروع تخوف من الخارج تخوف من الفراغ انه من الفراغ تخوف سرعة فقط السيدة الصدق يعني وحضرنا بجيتها رجاء تخوف من لانه تكسرت الوسائط تاع النظام خايف في البدء احنا مستعدين قال لي لا كان مثلا في اراده سياسيه وكان اراده للتوافق اسيدي نتنازلوا على الرئاسه في حاله هذه مبادرتنا في حاله نتنازلوا على الرئاسه بس بشرط يكون رئيس توافقي وهو الذي يقود من بعد الاصلاحات طيب. وهو الذي من بعد يفتح تكون هناك وقت البرنامج انتهى وشفافه والله غير ونصيب حاجه كيما تسمح لي كرأي انا ضد فكره الرئيس التوافقي لا هذه فرصه كل احزاب السياسيه ان تمضي لا لازم واحد يعرف وزنه كل واحد يعرف وزنه لا ربما ما يسمعنيش هذه فكره شوف خليني نقول لك ولكن احنا يا رجاء 30 ثانيه رجاء هذه فرصه انت قلتها في البدايه هذه فرصه تاريخيه ان الاحزاب السياسيه كانت تطالب بانتخابات شفافه جاء الدور فلتتقدم كل هذه الاحزاب وهذه الشخصيات إلى بدأت تستمر يعني سيد أحمد صادق وقت البرنامج انتهى أحمد صادق كل الجزائريين وينتخبوه نقولوا 22 مليون سيد ينتخبوه سيد أحمد صادق ولكن يضمننا بعد ما يديرش حزب أحمد صادق وما يروحش يزورنا رئيس الكتلة رئيس الكتلة رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم شكرا جزيلا انتهى وقت البرنامج أستاذ وأشكر أيضا السيد نوردي بحبوحة رئيس الاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية ووزير سابق أيضا شكرا جزيلا على الشرف في المزاد وأشكر السيد محمد بورنيسة قيادي في الجبهة الوطنية الجزائرية وأشكر الأستاذ علي ربيج محلل سياسي مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام في المزاد ألقاكم بخير إلى اللقاء